مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كوكتيل الموز بالقشطة والعسل. كوكتيل كتير كتير مغذي وطيب وروعة روعة، مع القشطة وشقف الموز والعسل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. موجود عنا كوب حليب، عسل، موز، لوز، فستق حلبي، كاجو. بنحط الموز بالخلاط، حليب، عسل. حطيت حوالي ملعقتين طعام عسل. خلطناهم. عنا هيدي القشطة أنا عملتها، وممكن تستعملوا قشطة جاهزة. رح حط لكم رابط القشطة آخر الفيديو. بحط قشطة، كوكتيل، موز، قشطة، كمان قشطة، موز للزينة بس هلا، شي بسيط، كاجو، لوز، فستق حلبي، واخر شي منحط شوية عسل على الوجه. هذا كوكتيل الموز اللي عملته أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.